نور أضاء به المكان وأشرق، والورد من طيب اللقاء تفتقا. هذه المدينة موطن العلم الذي أرساه خير المرسلين فأورقا. هي حضن إسلام وعاصمة له، نهر بأعذب ما هناك ترقرقا. هي أول الميثاق خير وصية، هي كوكب دري فاض وأغدقا. يا طيبة الشماء أنت مدينة، ما زلت نبعا للتطوع وموثقا. إن منتدى أحب الطيبة مبادرة تطوعية احتضنتها جمعية التنمية الأهلية بقباء بالمدينة المنورة، ولرئيس الجمعية كلمة بهذه المناسبة. ندعو الأستاذ مصلح الصبحي أن يلقي كلمته في هذه الليلة المدينية المباركة، فليتفضل بالبهاء محفوفا. الحمد لله والصلاة والسلام على من النبي بعده. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة حين يلقونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبلنا الكريم في منتدى حب الطيبة وجمعية لها الشرف ولها العز أن تحتوي هذا المنتدى الرائع، المنتدى الجميل الذي يعني يجمع ما شاء الله تبارك الله أحيان المدينة وأهل المدينة. نحن في هذا اللقاء من قبائل شتى، لكن قلوبنا على قلب رجل واحد. ولهذا الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مهما أنفقت من الدراهم لن توفق بين أخوين، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى ألف هذه القلوب وخلاها على قلب رجل واحد وخلاهم كلهم في وجهة واحدة. فهنيا لنا بهذه الدولة، هنيا لنا رحم الله الملك عبد العزيز رحمة واسعة أن ألف هذه القبائل على قلب رجل واحد. في السابق كلنا نعلم، لكن الآن نحن نرى عز وجل تروح الشمال تروح الجنوب تروح الغرب كأنك في مدينة. فهذه من نعم الله علينا في هذه الدولة، حفظها الله أن نكون على قلب رجل واحد. منتدى حب الطيبة منتدى رائع، وبقيادة الأستاذ الفاضل الأستاذ خالد الجابري الذي ذو بصمة في هذا المنتدى، ويكفينا هذا الحضور الكريم في لأجل هذا المنتدى ولأجل البرامج اللي قدمت له، وأعطانا نبذة عن البرامج الطيبة القيمة في الخدمة الاجتماعية. جمعية التنمية الأهلية بقباء بالمدينة المنورة تفتح ذراعيها لمن أراد أن يقدم شيء للمدينة وأهلها. من أهداف الجمعية هي تنمية المجتمع، خاصة في يوم التأسيس الآن مقبلين على يوم التأسيس، إن شاء الله حتكون في برامج ونوعية بهذه المناسبة العظيمة. فنحن في جمعية التنمية نرحب بكل مبادرة بكل مشاركة تخدم مجتمع المدينة. هذا والله أعلم، وسامحونا. السلام عليكم.